والنبي يا أمي تخلي أمينة تيجي عيد ميلادي النهاردة. كل سنة وانت طيبة، بس أمينة عندها مذاكرة. ذنبي في رقبتك يا عمي، لو أمينة ما جاتش مش هعمل عيد ميلاد. لا موتوسيكل نافع ولا ماشي نافع، هعمل إيه بس يا ربي؟ خش من المطر. بابا سناء قالت لك لو ما رحتش مش هتعمل عيد ميلاد. وده وقته يا امينه. وماله نتكلم، انا مش عايز سناء تزعل وتضايق لو ما رحتش. بقى تزعلي باباكي وما تزعليش صاحبتك. كل البنات هيروحوا، اشمعنى انا؟ علشان انت مش زبقيه البنات، انت حاجه وهم حاجه. أنا ربيتك وتعبت في تربيتك لغاية ما خليتك ملاك. أنا مش ملاك يا بابا، أنا واحدة زي كل البنات وعاوزة أعمل زيهم. عاوزة تعملي إيه زي كل البنات يا أمينة؟ أنت عارفة بيعملوا إيه؟ أيوه عارفة يا بابا، هو أنا عبيطة؟ وكمان عارفة إيه هذه المصيبة؟ عاوزة تعملي زيهم؟ تعملي إيه بقى؟ أروح عيد الميلاد. وإيه كمان؟ أبقى زيهم وخلاص، هما مش قدي، مش ليهم أبهات زيي، دول بيخرجوا ويتفسحوا وبيزوروا بعض، بيتفرجوا على التلفزيون والسينما. أمينة عايزة تروح السينما تتفرج على التلفزيون؟ يا خسارة، يا خسارة تعبك يا عبد الحكيم، يا خسارة تربيتك في بنتك. بابا كده يا أمينة، أنا اللي شقيت طول عمري علشانك، أنا اللي كنت أبوك وأمك، أنا اللي عاوز أشوفك أحسن واحدة في الدنيا. اسمعي يا أمينة، اسمعي كلام بابا، أنا عاوز أعدي بيك البر الأمان، مش عاوز أشوف دمعة واحدة على قدك، ومش هزعلك تاني أبدا. وانا كمان يا بابا مش هزعلك، متاسف مش هقول كده تاني.